السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف ازاي نرسم نخلة بطريقة بسيطة جدا وتبقى من أشهر الرسومات اللي نرسمها ونبقى مميزين فيها وتترسم في وقت قليل جدا ومش محتاج فيها أكتر من قلم واحد، وحاجة هتكون مميز فيها وسط الناس ورسمة بسيطة جدا. الأول بس بنعمل الجذع بتاع النخلة ده كده، نراعي ان مفيش نخلة بتكون طالعة كده ستريت او فيرتيكال 100%، يعني ما تكونش عمودية كده خالص، تكون فيها نسبة ميلان بسيط. بعد كده نعمل الفروع او الجريد بتاع النخلة، ده بيبقى الاساس الاول بتاع النخلة بتاعتي اللي على اساسه هنكمل رسمتنا. ابدا اعمل الاجزاء بتاعت الجريد، بس كل اللي عليك انك بس تحاول تسنتر او تخلي الرسمه بس كده، وفي وقت بسيط جدا اقل من دقيقه هتكون رسمت النخله بتاعتك وهتكون شكلها مميز، يعني مش حاجة شخبطة. يعني طبعا انت ممكن ترسم اكتر من نخلة جنب بعض، يعني دي ميزة الرسمة دي. طبعا في ناس بتحب ترسم بالالوان، طبعا النخلة هيكون الجذع بتاعها لون بني فاتح شوية و الورق بتاعها اخضر غامق شوية فاتح شوية، مش هتفرق انت وذوقك بقى. طبعا احنا بنقدر ان ايه ممكن النخلة محتاجة ايه تطول شوية، طبعا مفيش نخل كده ايه، اكيد طلع حواليه شوية عشب شوية اعشاب كده، وده الشكل النهائي. شكرا.